ولأن قاعدة الاستقرار تتوازن كلما تم الكشف عن مصادر التهديد الأمني، وبعد مرور أكثر من شهرين على ارتكاب الجريمة، طالب ذوو ضحايا حادثة الجيايلة في محافظة ديالى الجهات الحكومية الكشف عن جنات الجريمة البشعة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، مؤكدين أن هوية الجنات مكشوفة لدى الأجهزة الأمنية في ديالى. أكثر من شهرين على أحداث الجيايلة الدامي، ولغاية الآن لم يتم التوصل للجنات الذين باتوا يتجولون هنا وهناك، وبالرغم من اللجوء للقضاء طالب المتضررون بحسم هذا الملف وتقديم الجنات للعدالة لينالوا جزاءهم العادل. طالبنا أولا، نحن يعني ذهبنا إلى القانون، نريد القانون أن ينصفنا، لن يعني ما نريد نخرج عن إطار الدولة أو نحرج الدولة. الدولة لحد الآن كل شيء ما قدمت، لا 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 لزمة المجرمين ولا ظهرت القضايا، حادثة البوبالي يعني سببها أو حادثتنا، لحد الآن كل الأمور قامضة. المطلوبين الرئيسيين أي واحد ما مسكتهم، أي واحد يعني هنا ناس عاديين دا نسمع بأخبار، هم وين دا يتنقلون؟ كيف بدولة جهاز استخبارات أو أمن وطني أو مكافحة إرهاب أو هاي الأجهزة وهاي الرواتب والهاي المندة تعطيها؟ لنا 11 سلمة وياهم نسوان، وعدنا مغيبين اثنين، إذا ما راحوا يصير الشك كبير والرقعة صغيرة، وخل تصل لمحمد الشياع السوداني وإلنا ما يكون. البارحة شيخ خالص يجتمع بالعظيم، عندي معلومات دقيقة، وخلي دز المسلحين مالته يقتلوني، يعني العظام روحي ولا أبد، وحافة شيلي لي لا مضموم ولا أبد. شيخ صباح يصدرون أمر اعتقاله يخسوي عقب الله، هو وشاربه وكل واحد يشد على يده، والعزاوي اللي انشتها ناخذه باثنين، والمرة اللي انشتها هم ماخذها باثنين، وإحنا وياهم على مد الكريم، والله العظيم لخلع عيونهم ومن الصبح وحسة روح عشان عيونهم، مو العزة كلها بس بيسبها 117 سلمة، والله عملتها أنا طيب 11 شهيد وقاعد ثلاث يوم، وحسة أن طبقتهم 20 نوبة. فيما حضر شيوخ عشائر المحافظة من تلفيق الدعاوي الكيدية التي باتت منتشرة في المحافظة، والتلاعب بمصير المواطنين وعدم خلط الأوراق والكشف عن الجنات، في إشارة إلى معرفة هوية الجنات لدى الأجهزة الأمنية. أخي العزيز، الدعاوي الكيدية في ديالة وغير ديالة موجودة، أنا أحذر أنه الكل سواء كانوا العزة ولا الببالي يتلعبون ويصطادون بالمال أكثر من هذه الدعاوي الكيدية. أحذر المجرمين واضحين لا يخلطون الأوراق، احنا رادوا يشتكون على قسم من الشيوخ اللي ما لهم علاقة بالقضية، ما قبلنا من لا المجرم مجرم لا يطلع من بين قوسين الإجرام، المجرم خليه داخل القوس الإجرام، هذا اللي نأكد عليه. وتخوف آخرون من استغلال الوضع من طرف ثالث في ظل وجود هدنة بين الأطراف المتخاصمة، ما يلزم اتخاذ إجراءات احترازية وسريعة. اليوم واحد يسجلونه في أمر في سبيل يسيطر على هذا الشباب، الحقيقة اللي احنا لحد الآن ضاطينهم، وأي حركة مري احنا هذه الهدنة اللي دصير حقيقة احنا على مغض من نطيها من هذول الشباب. إضافة إلى ذلك احنا نخاف من موقف آخر، انه يجي شخص آخر يرتكب جريمة يقتل له واحد من البوبالي، راح تنذب بعشرة جيالة، وهذا الهدنة بعد صار احنا سبب في إلغاء هدنة. الدولة راح تكون على أني أخذت هدنة، شلون أنت فعلت هذا الفعل؟ وكانت قرى الشيالية في قضاء الخلص بمحافظة ديالى تعرضت إلى هجوم مسلح أسفر عن استشهاد عدة أشخاص من القرية، فيما قررت السلطات الأمنية نقل ملف الحادث من محافظة ديالى إلى جهاز مكافحة الإرهاب، في حين تم إلقاء القبض على 4 متهمين من أصل 14 وفقا لمصادر أمنية في المحافظة. عباس محمد، قناة صلاح الدين الفضائية.